بهذا الدرس رح نبدأ بالوحدة الأولى Unit 1 الوحدة الأولى اسم الوحدة Life الحياة أوكي؟ إذن Unit 1 Life الوحدة الأولى اسم الوحدة الحياة So let's start هيا نبدأ Warm up تحمية شو رح ناخد؟ Let's remember telling the time هيا نتعلم أو هيا نتذكر كيف نخبر الوقت Study the clock below ادرس الساعة التي بالأسفل Then listen and repeat ثم استمع وكرر كيف كنا نقول نحن الساعة؟ بنقول نحن الساعة لما نقسمها هيك لنصين من 12 للستة من هون وقت الظهر يعني لا المساء شو منقول هون؟ عفوا مو هيك يعني انه 12 و منقول 12 و من 12 للنص هون لستة ايوة مثل ما قلنا يعني منقول باست يعني نحن مثلا منقول 12 وخمسة 12 وعشرة 12 وربع 12 وتلت 12 و25 دقيقة أو 12 و20 دقيقة بعدين 12 ونص بعد 12 ونص ما بقى منقول 12 و35 دقيقة أو هيك منقول هلأ هون مثلا وحدة إلا تمام؟ منقول وحدة إلا 5 وحدة إلا 10 وحدة إلا 9 وحدة إلا عفوا قال وحدة إلا 9 وحدة إلا ربع وحدة إلا تلت أو وحدة إلا 20 دقيقة وحدة إلا 25 دقيقة ووحدة إلا نص تمام؟ وحدة إلا نص تمام؟ فبهي الطريقة نحن بنعبر عن الوقت بنعبر عن الساعة بنقرأ الساعة تمام؟ طيب كيف هون أوكلوك وقت اللي بيكون تام مثلا الساعة 5 تمام الساعة 10 تمام الساعة 12 تمام بنقول أوكلوك فقط بنقول It's 12 أوكلوك It's 1 أوكلوك إنها الساعة الواحدة تماماً It's 2 أوكلوك إنها الساعة الثانية تماماً It's 3 أوكلوك إنها الساعة الثالثة تماماً وهكذا أوكي؟ طيب 5 past يعني وخمسة منقول It's 5 past 12 منقول يعني 12 وخمسة منقرأ بالأخير للأول يعني منقول It's 5 past خمسة يعني it's 5 past 12 بعدين منقول الرقم يعني 12 وخمسة it's 10 past 12 يعني 10 و 12 وعشرة تمام بعدين منقول it's a quarter past 12 يعني 12 وربع تمام it's مثلا 20 past 12 يعني 12 و20 دقيقة وبهي الطريقة تمام هلا رح نقرأهم تحت وهون طيب إلا الإلا شو منقول it's مثلا it's 5 to 1 يعني وحدة إلا خمسة يعني ضل 5 دقائق لحتى توصل للوحدة للوحدة تمام أو it's 10 to 1 إنها 10 للوحدة يعني وحدة إلا 10 It's a quarter to one. إنها واحدة إلا ربع. تمام؟ إذا منستخدم هون to وهون للباست. يعني للإلا منستخدم to. للوا منستخدم باست. فينا نسميهم هون باست و to إلا. أوكي. Now شوفوا كيف. هلأ عنا نقول AM or PM. تعرفوا أنتوا مثلاً وقت بيقولوا مثلاً 1 PM. 1 AM يعني إما واحدة قبل الظهر أو واحدة بعد الظهر هلأ AM هي before noon قبل الظهر وهي اختصار ل ain't meridian أوكي ain't meridian و PM هي اختصار ل post meridian و PM afternoon يعني بنستخدمها من الستة ورا وال AM بنستخدمها من 12 قدام before noon قبل الظهيرة تمام؟ قبل الظهيرة يعني الصبح أوكي أو الصبح في لا بالعكس لازم معناته الصبح من الستة لا الاثناعش منقول AM من اثناعش للستة منقول شو PM أوكي إذا بهي الطريقة منقول afternoon or before noon afternoon PM before noon AM يعني قبل الظهر AM بعد الظهر
PM اختصارات لا ain't medium or post medium. هلا هون رح نخبر الوقت، رح نحكي الوقت يعني نقول الساعات شو هن. Look at the clocks، طلع على الساعة and tell the time، واخبرنا الوقت. مثلا هون الساعة 7 تمام، انتو بتقولوا اول شي بالعربي وبعدين بتترجموه على الانجليش. بالعربي 7 تمام، 7 تمام إلا معناتها فقط بنكتب o'clock، بنقول it's 7 o'clock، إنها الساعة 7 تماما. it's 7 o'clock، إنها الساعة 7 تماما. تمام. طيب هاي كيف رح نقرأ؟ نحنا بنقول 12 إلا تلت، 12 إلا تلت، أو 12 إلا 20 دقيقة، فبنقول it's 20 to 12. بما أنه إلا فرحنا رح نكتب 2 و 12 بنكتبها بالأخير، 20 بنكتبها هون، فبنقول it's 20 to 12، يعني 12 إلا 20 دقيقة، 12 إلا تلت. أوكي ناو ننتقل للبعدة هون. كيف نقرأ هاي؟ نقرأ 2 إلا 10، 2 إلا 10، فبنقول يعني ضلان 10 لتصير 2. it's 10 to 2، it's 10 to 2. بنقرأها من الأخير، شوفوا من هون شايفين السهم عن 2 إلا 10، التو بنقرأها إلا، 2 إلا 10، بهي الطريقة ترجمناها. تمام، لا تخربتوا، كتير سهلة وبسيطة. طيب هون هاي الساعة كيف بنقرأها بالعربي؟ 12 وربع، 12 وربع، الربع يعني كوارتر، النصف يعني هالف. تمام، ربع كوارتر ونصف هالف. طيب رح نقول 12 وربع، فمنقول it's a quarter past 12. it's a quarter past 12، يعني 12 وربع. الباست بنقرأ و، وبنقرأ من الأخير للأول، منترجمها من الأخير للأول يعني. تمام، لما بنترجم من الإنجليزي للعربي فمنترجم من الأخير للأول. إذن إنها 12 وربع، 12 وربع، it's a quarter past 12. طيب يلي بعدها هون 2 ونصف، 2 ونصف، أو 1 ونصف، 1 ونصف هاي، فبنقول it's half، قلنا النصف يعني half. it's half past 1، يعني 1 ونصف. it's half past 1، 1 ونصف. تمام. طيب يلي بعدها 5، ساعة هاي كيف نقرأها بالعربي؟ 10 و10 دقائق، 10 و10 دقائق، فقديش يعني it's 10 past 10، 10 past 10، يعني 10 و10. أوكي، إذن هدول هنين الساعات، لا تنسوهم. هاي 7 تمام it's 7 o'clock، 12 إلا 20 دقيقة it's 20 to 12، 2 إلا 10 it's 10 to 2، هون 12 وربع it's a quarter past 12، هون 1 ونصف it's half past 1، 10 و10 it's 10 past 10. أوكي، لا تنسوهم، قلنا الباست يعني و، التو يعني إلا، الهالف يعني نصف، الكوارتر يعني ربع. أوكي، ننتقل للي